السلام عليكم، مرحبا بيكم. اليوم ان شاء الله عنا فيديو جديد. اليوم عنا تحلية وصفة رائعة، ذوقها يعني خيالي. كما قاعدين تشوفوا اليوم ان شاء الله عندنا وصفة لاموس بذوق الكراميل والموز. بنينة بنينة بنينة، ما عندي ما نقول لكم. نبدأ في المقادير. عندي كيلة حليب، نفس الكيلة كريم شانتيي، عندي علبة تاع فلون كما غادي نشوفوا فيها ذوق الكراميل. هنا عندي صلصة الكراميل، ادي خدمتها في الدار، صنع منزلي. ان شاء الله راح نحط لكم الوصفة كما غادي نشوفوا. هنا عندي بيسكوي بودواغ ولا لونغ دو شا، كل واحد وش يقوله. هذا البيسكوي الطويل. عندي قهوة باهم بالبها البيسكوي، وعندي كعبة تاع بنان، يعني وصفة خفيفة ظريفة. نبدأ في لاموس، نحطو أكريم شانتيي تاعنا، نزيدو لها زوز مغارف تاع فلون هذا ذوق الكراميل. عفوا هنا راح لي المقطع. نزيد لها هذاك الحليب، ونزيد لها مغرف كبيرة تاع صلصة الكراميل، ونخلطو كلش مع بعضها كيما قاعدين تشوفوا، حتى تبدا تطلع لنا هذيك لاكريم شانتيي. يعني صراحة لازم كي تروحوا تشريو لاكريم شانتيي تكون من نوعية ملاحة، يعني الجودة تاعها تكون ملاحة. انا دي فكر نروح نشري، نطيح في واحدة نبقى نضرب ساعة وانا نطلع ما تطلع ليش. كيما قاعدين تشوفوا هاي جمدت لي هنا، يعني ليه ليه المزيج هذاك. تخلط، نغلفه بكيس بلاستيكي ونحطها في الثلاجة على الاقل ساعة. بعد ما ارتاحت لي مدة ساعة، هنا نجيو نديرو المونتاج. يعني هنايا كل وحدة تتفنن في الليكوب تاعها، تدير على لوجو، تبدا بلا كريم، تبدا بالكاطو، يعني كل وحدة كيما تحب. انا نعطيكم الفكرة تاعي. هنا حطيت البسكوي بودواغ، هنا رنخته شوية في القهوة، يعني من الاحسن تكون نسكافيه. نسكافيه خير ذوقها، راح يجي خير من قهوة الدار. كيما قاعدين نلاحظوا نحط لا كريم شونتي من فوق، نحطو لاكريم هذيك لاموس، يعني ولات اون موس، نحطها من فوق كيما هكا. نزيدو دي مورسو تاع البنان، كل واحد حسب لوغو تاعو. يعني نزيدو صلصة الكراميل، صدقوني الصلصة هادي روعة. انا ما بقيتش نشراها من برا، يعني من نهار اللي درتها في الدار ساي تجي ارخص واضمن وانظف، يعني تغنينا على كل المواد الحافظه اللي هي اي حاجه حنشوها من برا فيها مواد حافظه. دونك نحطو كيما هكا. عفوا نحطو كميه صلصه على ساير داير على لا كوب تاعنا، يعني به تبان طبقات. نزيدو نحطو هنا البسكوي. البسكوي تاعنا توجور نشمخوه في شويه قهوه، بصح ليه ليه يعني ما تخليوهش مده طويله، حطوا ناحي كيما قاعدين نلاحظوا، باه ما يجيش مبلول، يبقى شويه كروكون هكا كي ناكلو، مش يجينا مبلول خلاص. نحطوا كامل البسكوي، نزيدوا طبقه تاع لاموس. صدقوني جات روعه، يعني عشاق الكراميل راح يتلذوا بالوصفه هذه. يعني وصفه بسيطه وغنيه عن التعريف، بس راح العبد مليح ساعة ساعة يدير شوي تغيير. هنا كيما قاعدين تشوفوا حطيت هذيك لاموس، درك نزيد لها الشرائح تاع البنان كيما قاعدين تلاحظوا. التزيين يبقى اختياري، وتاني على حسب لاكوب اللي حطيتي فيها، يعني لا كان لاكوب تاعك فاتحة بدلي لها تزيين، كل واحد تحط كما تحب هي. نزيد فوقها لاصوص كراميل توجور صنع منزلي، يعني اللي ما عندهاش معليش تشراها من برا، بس هذوك نحط لكم الوصفه ان شاء الله واحده مقدشاها من برا. هنا نزينو بشويه كريم شانتيي، انا ما حبيتش نحطها في لاباش، يعني مش ضروريه لاباش. هنا حطيت فوقها بنان، حطيت شويه صوص كراميل في هذه قرارة صغيرة، نموت عليها القرارة دي. ممكن تشوفوا تزيين بسيط خلاص، يعني
نحط شوية كاوكاو. ولا ليه عندك مكسرات؟ ليه عندك تزيين مش عندك حطي؟ يعني ليك تقدر تحطها، تقدمها في الخطوبات، تقدمها في الأعراس، تقدمها يعني للضيوف، سهرات رمضانية. روعة روعة روعة. هنا نمسح لاكوب، نحطها تبرد في الثلاجة حتى الوقت التقديم. وهنا هاي الوصفة حاضرة معنا كما قاعدين تشوفوا، تشهي يعني تبرد على القلب. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنساوش تديروا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة إذا كنتم مش مشتركين. وإلى اللقاء.